من وجبت عليه الصلاة في الطائرة بحيث لا يتمكن أداءها مفردة ولا مجموعة على الأرض، كأن تكون الصلاة صلاة الفجر، أو يكون السفر مستغرقا صلاتي الظهر والعصر أو صلاتي المغرب والعشاء، فإنه يجب عليه أن يصلي في الطائرة ويصلي بحسب استطاعته. فإن استطاع أن يصلي صلاة كاملة كما في طائرات الخطوط السعودية فيها مصلى فإنه يجب عليه، وإن كان لم يستطع فإنه في هذه الحال يصلي بحسب استطاعته. فإن استطاع أن يقوم ويقرأ ويركع غير أنه لا يستطيع أن يسجد فإنه يجب عليه أن يقوم ويقرأ قائما ويركع، ثم إذا أراد أن يسجد جلس وأومأ بالسجود وإن كان لا يستطيع أن يقوم فإنه يصلي قاعدا ويومئ بالركوع ويومئ بالسجود ويجعل إيماءه بالسجود أخفض من إيمائه بالركوع ولو لم يكن مستقبلا القبلة ما دام أنه لا يستطيع أو لا يعرف القبلة، وصلاته صحيحة ولا يجب عليه أن يعيدها على الصحيح من أقوال أهل العلم، لا يجب عليه أن يعيدها لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن عليكم. هذا السؤال عن طريق الشبكة. ولا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها بحجة أنه في الطائرة، ما يجوز هذا يا إخوة، بل الواجب أن يصلي وهو في الطائرة. نعم.